ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. تعمل ايه يا مغاز النهاردة؟ بعمل مقلوبة. مقلوبة بالبتنجان، مقلوبة بالأرنبيط، مقلوبة بالسمك، مقلوبة باللحمة، مقلوبة بالدجاج. دي كلها مسميات لطبق رز يحتوي على، ولكن لازم رز مصري وتحتها خط. المقلوبة ما تتعملش غير بالرز المصري، ولكن معاها أرنبيط أو بتنجان ده اختياري. المقادير على الشاشة. معانا أرنبيط من خير أرضنا، ملك الدرنيات. درنيات يعني الجذور تعوق في الأرض. ومعانا لحم كندوز، ومعانا طبعا رز مصري ده الأساس، وبصل وتوم وشوية بهارات وشوية حب. وإزاي نعمل المقلوبة مع بعض بمدرسة المغازي، وهنشوف نعملها إزاي بطريقة سهلة وبسيطة. يسبقني على النار طاسة شديدة الحرارة فيها قليل من زيت الزيتون، بحمر بصلايا لأن عايز البصلايا المتحمرة الجميلة تلعب دور مهم جدا في طعم شوية الرز المصري. على النار بسبق الوقت كده وبخليها تتحمر. ومعانا لحم، ومعانا رز مصري، ومعانا طماطم وبصل وتوم وشوية بهارات الأساسي فيهم الكمون. ليه الكمون؟ لأن الأرنبيط زي الكرنب من الخضروات اللي ممكن تعمل غازات أو تهيج القولون أو تعمل مشاكل مع القولون. من نعم ربنا علينا الكمون المطحون الحصى أو المطحون الطازة أو المسحوق منه، ده بيقلل وبيعالج مشاكل الكولون مع الخضروات زي الأرنبيط أو الكرنب. البصلية على النار تتحمر كده بالشكل ده كده، تديني لون، واصبر عليها شوية. معايا لحمة بحمرها شوية واسويها تقريبا ثلاث ارباع سوا بالشكل ده كده في طاسة أو في صينية اللي أنا هشتغل فيها المقلوبة. نجيب طبق كده حلو ونتبل اللحمة دي. نعم نعم يا حبيبي نعم. تبص عليه ماشي بعينك الحلوة دي، عايز تشوف المافن عامل ايه في الفرن. ايه اخبار العدس الاسمر لما عرفناه على بيض وبصل اخضر عروقه مع شوية بهارات مع الدقيق والبيكنج باودر. دي اللحم بتاعنا الجميل الحلو. بنتبل حتة اللحمة دي بشوية ثوم مع قليل من الفلفلة الحلوة يديني طعم، شوية الملح الحلوين، بهاراتك يا عم الشيف فلفل اسود مع ملح. وتعالوا مع بعض نحمر اللحمة دي كده بالشكل ده كده. ممكن نستبدل اللحم ده بدجاج، تبقى مقلوبة بالدجاج والأرنبيط. دي مقلوبة بالأرنبيط واللحم. عينيا حبيبي سلام، بتيجي في وقتك دايما. ايه الحلاوه والجمال ده؟ معانا بصلايه اتحمرت تحميره قويه كانك هتعملي شوربه بصل، ونحط عليها صوص طماطم. يا ويلي يا ويلي، شفت الطماطمايه دي مش عايزه تضرب في الخلاط. ونسيب دول على النار يغلوا. ليه يا عم الشيف؟ هم دول الطعم بتاع الرز. ناخد اللحم بتاعنا ده كده. الله، هو ده هو ده. انا عايز الصينيه دي هعمل فيها المقلوبه، عشان كده بحمر فيها اللحمه. خلي بالك الطعم كله هيبقى في الصينيه دلوقتي. واسيب اللحمه دي تتحمر من وقت للتاني. الله الله، ريحه الفلفله الحلوه في التحمير ده مطلوب. واسيب اللحمه تستوي، واسيب البصلايه مع التومه بيغلى على النار مع صوص طماطم، واحط معلقه فلفله حلوه كده على النار ونقلب كده. توابلنا هنا ملح وفلفل. البعض المدارس بتساوي الرز بتاع المقلوبه نص سوا. اللي زينا كده بنعمل شو على الشاشة والوقت بيحكمنا، فطبيعي انك انت لما تساوي الرز نص سوا مفيش مشكلة، ودي مدرسة. المدرسة التانية ان الرز بينزل ني مع مكونات اللحم والأرنبيط في قلب الصينية وتخش الفرن. طب ايهما افضل وايهما امن؟ انك تساوي الرز نص سوا، ده الطبيعي، بتضمن ان الرز استوى وده مش هيأثر على شكل المقلوبة. بنخلي الصوص ده على النار، شوية بهارات حلوين
شويه كمون، دي توابل للرز، فلفل اسود التمام والملح كده. الصوص بتاعي جاهز بتاع المقلوبه اهو، واسيبه يغلى على النار. صوص طماطم عادي، لو عندك في الثلاجه صوص طماطم مسبقا بتاع بيتزا انت عاملاه مفيش اي مشكله. اه ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، معانا مخرج شاطر، معانا فرسان التلفزيون المصري. الرز المصري هنا تقريبا ثلاث ارباع سوى، ودي قاعده بسيطه وسهله. اللحم بتاعنا الشرايح الجميل الحلو طبعا حمرناه بعد ما تبلناه كانك بتشوي لحم خالص بالشكل ده كده، وحطينا عليها طبعا شقشاء ميه كده علشان تستوي وتديني ايه شطارتها وحلاوتها كده لحته اللحمه، مع شقشاء ميه البهريز بتاع البصله والتومه بتاع التتبيل. ايه جوزك بيحب السبايسي، حطينا قرن فلفل حار في قلبها كده وجاهزه معانا. ومعانا قرنبيط بتحمر بالشكل ده كده في قلب الزيت. ينفع نحط القرنبيط ني؟ ما ينفعش، لازم القرنبيط بتاع المقلوبه يتحمر قبل ما نحطه في الرز واللحم او الدجاج بالشكل ده كده. اه رفعناه من الزيت ونخليه يصفي زيت. نعم يا غالي. عينيا حاضر. بيقول لي فين العدس؟ العدس مع الكشري سخنه، خلي بالك. الله، وريني الحلاوه والشقاوه. ده مافن العدس الاسمر ابو عيون سمراء اللطيف الجميل وحقوق الطبع لدينا وبس. نبدا نرص المقلوبه بالشكل ده كده. لحم قرنبيط عشان ندخلها برضو شويه الفرن. احنا واقفين كده اهو، ممكن تحط طبقات من اللحم طبقات من القرنبيط. نعم يا غالي. تدفع كام واجاوبك على السؤال ده حبيبي؟ ليه سموها مقلوبه؟ حلوه قوي، لان قبل ما نفكر نعمل المقلوبه لازم تستعيني بالجيران. والنبي وصى على سبع جار. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني يكون عندك صينيه تقريبا على قد الطبق اللي هتعملي فيه المقلوبه مدوره. طبعا المقلوبه يفضل ان هي تتعمل في صينيه مدوره بالشكل ده كده. اه شفت الشقاوه دي؟ الله زي الفل، خلصت المقلوبه. ايه الشطاره دي؟ وادورها كده، فيها كل حاجه، فيها اللحم، فيها القرنبيط، فيها الحب، وهي على النار. خلي بالك الاساس هنا متاسس. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني في شويه لحمه متحمرين بالبهريز او بالشوربه بتاعتهم في ارضيه الصينيه، ولازم تامنها على الطبق اللي هتغرفي فيه المقلوبه او هتقلبيها فيه بالشكل ده كده، وندخلها في درجه حراره دلوقتي ونسيبها تستوي. لان عدل المقلوبه دي يا مغازي سلطه الزبادي بالخيار. درجه حراره الفرن عندي 180. اللهم صل على النبي. هزه والثانيه والثالثه وندخلها الفرن. نعم والله السؤال وجيه. قال لك بتهزها ليه يا عم الشيف؟ بهزها عشان تبين حلاوتها، بهزها علشان القرنبيط مع اللحم مع الرز كله يبقى نعمين. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ تسلم ايدك، هو ده الشغل. العدسه من الحلاوه للجمال ومن الجمال للحلاوه. مافن العدس. اقفل الفرن يا مخرجنا يا جميل، اقفل يا سمسم اقفل. اه يلا مع السلامه. سامحك الله يسامحك، بس الله يسامحك. استاذ احمد عوض هنا، خلي بالك هشتكيك له. تعالوا مع بعض نقلب المقلوبه بتاعتنا الحلوه. ايه الاخبار؟ بص على المقلوبه وصلي على الحبيب قلبك يطيب. اهي خليك تبص عليها
وتدلعها قبل ما اقلبها. مقلوبه اهي، بص عليها، قالب. انا مش شايف حاجه بقى، قول لي بقى اعمل ايه دلوقتي؟ قول لي يا استاذ احمد. اهو اهو اهو. سموها مقلوبه ليه؟ سموها مقلوبه ليه؟ سمعني في الاربيز عشان بتتقلب. اهو الله الله عليك يا شيف. تعالوا بقى نشيلها ونقلبها مع بعض. بس سلة انا بلعب. ايه الحلاوه دي؟ اللهم صل على النبي. بتدوري على لحم فيها، بتدوري على ارنبيط فيها، بتدوري على حب فيها. ايه هو الحب من وجهه نظرك يا عم الشيف عشان الناس تفهمك صح؟ حبك للمطبخ، حبك لاولادك، حبك لاسرتك، حبك للاسره اللي انت بتشتغلي على انك تسعديها، حبك لضيوفك الحلوين. عدلها بصل اخضر، سلطه خضراء، سلطه الزبادي اللي عملتها دلوقتي. وجود البصل الاخضر وخاصه في ايام الشتاء قيمته الغذائيه عاليه جدا، بيلعب دور مهم في الاكسده، مضادات اكسده، علاج البرد والانفلونزا بالذات والرشح. بصل الاخضر اهو، انا عاشق للبصل الاخضر. ألف أنا وشفا. أنا حبيبي أجرنشها بالبصل الأخضر. شفت الحلاوة دي؟ شفت الجمال ده؟ الله على الدماغ بتاعت البصل الأخضر دي وبياضها وحلاوها.